السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع كتاب الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى، وفي مذهب الإمام أحمد الذي هو شرح زاد المستقنع للحجاوي أبي النجا رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، ومن بعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. يعني هذا من حصلت له الشروط، شروط الوجوب، وجب عليه أن يقصد الحج بعد أن يهتم بهذه الأمور. بعد أن يهتم بهذه الأمور، أول هذه الأمور قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة. الديون تنقسم إلى قسمين، إلى ديون حالة وإلى ديون مؤجلة. الدين الحال الذي يجب على الإنسان أن يوفيه الآن، يعني استدنت من شخص مالا على أن أؤديه له بعد شهر وجاء الشهر، هذا دين حال. الدين المؤجل أن يؤديه له بعد شهر ولم يحل الشهر بعد، فهذا يسمى دين مؤجل. إذن هناك دين حال وهناك دين مؤجل. الذي رجحه المؤلف هنا أن يسدد جميع الديون الحالة والمؤجلة، والصحيح أن هذا خاص بالديون الحالة. أما الديون المؤجلة خاصة إذا ترك يعني ما يسد هذه الديون، فإنه لا يلزمه أو لا يمنعه ذلك من القيام بالحج. مثل الآن الأقصاد مثلا، الأقصاد ديون مؤجلة، الأقصاد الآن ديون مؤجلة، فلا يلزم الإنسان يسدد جميع أقصاده حتى يذهب إلى الحج، دام طالما أنه دين غير حال وإنما دين مؤجل، فإنه لا مانع أن يحج دون أن يسدد هذا الدين. أما الدين الحال الذي يجب أن يسدده الآن فهذا أولى من ذهابه للحج. حقوق الناس يقدمها الله تبارك وتعالى حقوقه جل وعلا، ولذا يقول أهل العلم: حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة. أما حقوق البشر فمبنية على المشاحة، كل يريد حقه، أما الله جل وعلا فيتنازل جل وعلا عن حقه فيؤجل لك الحج، وإذا لم يتيسر لك الحج حتى مت يعذرك سبحانه وتعالى. أما حقوق الناس فهي مبنية على المشاحة، يريدون حقوقهم، ولذا قال: لا يذهب إلى الحج حتى يسدد الديون التي للناس، حتى يسدد الديون التي للناس أو يستأذنهم. يعني يذهب لصاحب الدين يقول له: هل تأذن لي أن أحج وإذا رجعت سددت لك دينك؟ إذا أذن فنعم، وإذا لم يأذن فلا يجوز. هذا نحن نتكلم عن حج الفريضة، فحج النافلة من باب أولى، ألا يقصد الإنسان حج النافلة وللناس عليه حقوق وديون. قال كذلك: والزكوات والكفارات والنذور. الآن هذه حقوق الله تبارك وتعالى. الزكاة حق مشترك لله وللفقير، فمن كانت وجبت عليه الزكاة ثم يقول: إن أخرجت الزكاة لم يكفني المال للحج، نقول: أخرج الزكاة ومعذور في عدم حجك، أخرج الزكاة ومعذور في عدم حجك. الكفارة كذلك، النذر كذلك، لو نذر على نفسه مالا فإنه يسدد نذره، ثم بعد ذلك إن بقي شيء من المال يكفيه للحج حج. وكذا الأمر بالنسبة للكفارات، من تلزمه كفارة مثلا إطعام مساكين أو عتق رقبة، هذه لا تكون إلا بالمال
فإنه يقدم الكفارة والنذر والزكاة والديون على قصده للحج الفرض. قال: وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام. النفقات الشرعية يعني ما يحتاجون إليه من مسكن وملبس ومطعم. وقوله على الدوام، هذه المسألة فيها نظر، أنه هل على الدوام؟ بعض أهل العلم قال لا يلزم أن يكون هذا على الدوام، وإنما إلى أن يرجع إليهم. وبعضهم قال لا، على الدوام إلى أن يرجع وتستقر أموره، يعني لا يرجع ثم بعد ذلك يقول لهم لا أجد ما أنفق عليكم، يعني صار وجوده كعدمه. أما إذا كان يتكسب بعمل صاحب صنعة وترك لهم ما يكفيهم مدة ذهابه، ثم إذا عاد عاد إلى صنعته، أو كان له راتب مثل الآن كثير من الناس أنهم موظفون ويأخذون رواتب، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن يترك لهم ما يكفيهم على الدوام. قال: من عقار أو بضاعة أو صناعة. وبعد الحوائج الأصلية، أي له هو حوائج أصلية له هو، يعني يقول أريد كتبا، أريد مسكنا، أريد خادما، أريد لباسا، نقول له لا تملك هذا؟ يقول لا أملك هذا. قل أجل الحج، هذه أولى. انظر فيما تحتاجه من الكتب، انظر فيما تحتاجه من المسكن، انظر فيما تحتاجه من الخادم، انظر ما تحتاجه من المطعم والملبس، فإن فاض شيء يكفي للحج لا عليك أن تذهب إلى الحج، أما قبل هذا فهذه أولى. وكل هذا يدلنا على أن الأمر يسر، وأن الأمر على التيسير، الله الحمد والمنة. قال: وغطاء ووطاء ونحوها. الغطاء معروف، والوطاء ما يداس عليه. قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. لا يكون مستطيعا إذا بذل له غيره، لا يكون مستطيعا إذا بذل له غيره، لما يحمله ذلك من المنة. بعض الناس لا يتحمل أن يكون لغيره عليه منة، خاصة أن بعض من لا يتقي الله قد يعطيك شيئا ثم أمام الناس يقول أنا الذي أعطيتك، أتذكر حججت من مالي، أعطيتك المال الذي حججت، حتى إنك تقول ليتني ما حججت وليتني ما أخذت منه شيء، لقد فضحني بين الناس وتكلم علي وكذا. فبعض الناس لا يتحمل مثل هذا، فيقول لا أريد منة من أحد، إما أن أحج من مالي، وإما أني معذور عند الله تبارك وتعالى حتى ييسر الله لي ذلك. فالقصد أنه لا يصير مستطيعا. طيب لو قبل منة غيره له ذلك، له ذلك، ولكن القصد أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقبل مال غيره ليحج به. قال: ويعتبر أمن طريق بلا خفارة. يعني هذا الذي قلناه قبل، لما قلنا بعض الناس يتوسع في الشروط فيجعل من الشروط أمن الطريق وصحة البدن، وبعضهم يجعلها كلها من الاستطاعة، فهنا ذكر أمن الطريق. قال: بلا خفارة، والخفارة يعني الحماية. بعض الناس يقول أنا أجد أمن الطريق لكن لازم أجعل لي حماية، أدفع أموالا، يدفعون بعض المكوس لبعض القبائل مثلا خاصة في البادية في السابق، يدفع مالا لبعض البادية لكي يحمونه حتى يصل إلى مراده، هذه تسمى الخفارة، حماية، يأخذ حماية معه حتى يصل إلى مراده إلى الحج. قال لا يلزمه ذلك، بل حتى يطمئن إلى أمن الطريق دون أن يبحث عن حماية، عن حماية تحميه في هذا السفر. وهذا الذي ذكرتكم به، أنه نحمد الله على نعمة الأمن الآن. يعني تصوروا لما يأتي الشيخ أبو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى ويقول يعني حكم أهل البادية يعني أنهم يعني دار حرب إلى هذه الدرجة، من كثرة ما كانوا يتعرضون للحجيج ويؤذونهم ويأخذون أموالهم، وقد يقتل من يقتل من الحجيج لهذا الأمر. وكذلك ما وقع من القرامطة لما دخلوا مكة وقتلوا الحجيج، حتى قال الإسكاف رحمه الله تبارك، أبو بكر الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى: أنا أرى أن الحج ساقط عن المسلمين في هذه الأزمان حتى ييسر الله لهم الأمن من الخوف الذي وقع لهم من أولئك القرامطة لعنهم الله.
نعم. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، أي الطريق، يعني طريق غير مخوف، يعني أن يفقد فيه الماء أو أن يفقد فيه الطعام أو شيء أو طعام لنفسه أو لدوابه. ويذكرون أن زبيدة زوجة هارون الرشيد، يذكرون أنها جعلت الآبار يسمونها عيون زبيدة من بغداد إلى مكة لحاجة الحجاج فقط، عملت هذه العيون. وفي ترجمتها قالوا أنه بعد وفاتها رؤيت في المنام، فقيل لها ما صنع الله بك؟ قالت غفر الله لي. قالوا بما؟ بما حفرت من الآبار إلى طريق مكة، أن هذا من العمل الصالح الذي يدعو لها به المسلمون، ترى إلى اليوم موجودة بعض هذه الآبار. قالوا بما صنعت؟ قالت لا، بركعتين كنت أركعهما من الضحى. يعني تريد أن ما قصدت به وجه الله خالصا سبحانه وتعالى، دون يعني ما أرادت به رياء أو سمعة أو ثناء الناس أو وجاهة أو ما شبه ذلك من الأمور. قالت بركعتين كنت أركعهما من الضحى. طيب، قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة، يعني بحيث أنه لا يكون لا يجد الوقت الذي يحج فيه، يحتاج إلى أن يسرع، إلى أن يتكلف حتى يصل. نقول له لابد يكون كل هذه الأشياء متوفرة، وأعيد وأكرر هذا من تيسير الله تبارك وتعالى للمسلمين. طيب، إن وصل إلى مرحلة لا يمكنه، قال وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه. كبر في السن، الآن الإنسان كبير عمره 80 سنة، يقول لا أستطيع لكبر، السنة الجاية يستطيع؟ لأن العمر إيش؟ يزيد، 80 ستصير 81، وهكذا كلما تأخر كلما زاد العمر، فما كان يمنعه في السابق سيمنعه في اللاحق. المرض، قال مرض لا يرجى برؤه. وإذا قال المرض مرضان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، هذا طبعا فيما يرى الناس، وأعني بالناس الأطباء يعني المتخصصين، وإلا قد نرى بعض الأمراض يقول الأطباء لا يرجى برؤها ويشفي الله تبارك وتعالى، لكن نحن نتكلم فيما عرفه الناس وعرفه الأطباء. فقال إذا قال الأطباء هذا المرض لا يرجى برؤه، سيظل هكذا حتى يموت إلا أن يشاء الله جل وعلا. فهذا كذلك المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، عادة في كل سنة يضعف أكثر. أما المريض الذي مرضه يرجى برؤه كمكسور القدمين مثلا، الآن قدمه مكسورة لكن بعد أشهر سيعود طيبا، إذن يحج السنة القادمة. لا يستطيع أن يحج السنة للكسر في قدميه. الآن مريض حمى أو ما شابه ذلك من الأمور أعاذنا الله وإياكم منها، ثم بعد ذلك يقول الآن لا أستطيع أن أحج، طيب تحج السنة القادمة، لأن هذا المرض يرجى برؤه. إذن هناك أمراض يرجى برؤها وهناك أمراض لا يرجى برؤها، لا يرجى برؤها. فإذا بلغ الإنسان سنا بحيث لا يستطيع معه أن يحج، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي بلغت فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبر، لكبر سنه. فإذا إذا كان لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه، قال أو ثقل لا يقدر معه على ركوب، ممكن؟ ممكن، في متان سمنة مفرطة، في سمنة مفرطة لا يقدر معه على الركوب، الدابة قد تنتحر يعني لا تتحمل هذا الركوب يعني. والحمد لله على العافية، يعني رأينا صور الآن كما يقولون يعني ما صار يخفى شيء، بعض البشر ما تشيلهم سيارة كرين حتى يحمله، يعني سمنة غير طبيعية، يعني أوزان تصل إلى 400 و500 كيلو وأكثر. ها كم يصل أكثر؟ 600. يعني تصور هذا كيف يستطيع أن يقوم بمناسك الحج، أو يعني ثقل لا يمكن معه أن يقوم بهذا الواجب.
قال لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة. لا شك أن المشقة خفت الآن بوجود الطائرات، قبل في السابق كان يعني الرحلة برية، ما في غير الرحلة البرية يعني أو بحرية، وحتى البحرية لا تكتمل، لابد أن يمشوا أيضا أنهم يمشون شيئا في البر، لكن الآن تيسرت الأمور، الآن ممكن يركب الطائرة ومن الطائرة إلى السيارة وكذا، خاصة بعض يعني المعاقين مثلا الآن قاعد تشوفونهم بالحج موجود معاق ويحج على كرسي، طيب هناك من يحمله وهناك من يعني يساعده في أعمال الحج من رمي أو غيره أو كذا، فهذا متيسر له ذلك، متيسر له، وهذا يحج، يلزمه أن يحج إذا كان يمكنه أن يقوم ببعض أعمال الحج ويمكنه الوصول لكن يعجز عن بعضها، فهذا يلزمه على قول كثير من أهل العلم. طيب، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا، أيضا بعض الناس العكس، هذا شلون سمين، بعضهم نحيف جدا، ضعيف جدا، يعني بنيته ضعيفة جدا، لا يكاد يستطيع أن يركب، ينكسر، ضعيف لنحافته وضعف بدنه وضعف قوته، ما يستطيع أن يقوم بشيء، وترونه في بعض الحالات خاصة المرضية، وبعضهم لا خلقة هكذا، يعني ما يستطيع أن يحمل نفسه، فهذا كذلك يعذر. قال لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، وهنا غير محتملة دل على أنه إيش، إذا كانت المشقة محتملة يحتمل، يعني يتحمل، يعني ما هو أصلا، يعني السفر قطعة من العذاب، والحج لا بد أن تكون فيه مشقة، بل لذته في مشقته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر جهدك، فقضية أن في الناس الطبيعيون في مشقة عليهم في الحج، فوجود المشقة أمر طبيعي جدا، لكن نحن نتكلم عن مشقة إيش لا تحتمل، عن مشقة لا تحتمل، هذه التي نبه إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، طبعا يعتمر عنه بناء على القول بإيش، بوجوب العمرة. طيب، قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ماله، أي من مال الكبير، من مال المريض، من مال السمين، من مال النحيف، المهم هذا الذي لا يستطيع أن يحج، وهي القضية قضية تقوى، وهو كما قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني يقدر أو لا يقدر، أستطيع أو لا أستطيع، طبعا مع استشارة الطبيب إذا كان مرضا. فهنا يقول إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرض لا يرجى برؤه، كبر في السن، سمنة مفرطة لا يستطيع معها أن يركب أو يقوم بأعمال الحج، نضو خلق بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج، المهم أي مانع من هذه الموانع، قال يقيم غيره مكانه، وما تسمى بالإنابة في الحج، ما تسمى بالإنابة في الحج، ينيب غيره، ينيب غيره من ماله هو. يقول كم تكلفة الحج؟ قال تكلفة الحج 1000 دينار، تفضل هذه 1000 دينار حج عني بارك الله فيك، فيقيم من يحج عنه ويعتمر. قال فورا، كما أن الحج واجب على الفور عليه هو، صار واجبا على الفور على من ينيبه عنه. قال من حيث وجب، وجب يعني الحج والعمرة، وجب تثنية الحج والعمرة، من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، حج عنه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دعيني أرى أباك، هل هذا كلام صحيح ولا غير، الناس مؤتمنون في مثل هذه الأمور، لأن هذا دين، هذا دين، فالناس مؤتمنون، بعض الناس يشكك في كل شيء ولا يقبل أي شيء، الأصل هنا قبل منها النبي، قال حج عنه، انتهى الأمر، قال حج عنه. هنا قوله من بلده هذه أيضا تحتاج إلى دليل، وفيها شيء من المشقة حقيقة، أنه لا يأتي إلا، لا يحج عنه إلا شخص يخرج من بلده، الظاهر ليس بواجب،
ليس بلازم. وهذا مختاره شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، انه لا يلزم ان يكون من بلده، ممكن ان يحج عنه وهو في المدينه او في مكه شرف الله، او في جده او في قطر او في مصر او في السودان او في الجزائر، يعني المهم ان شخصا يقوم ويحج عنه من بلده من غير بلده لا 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 يلزم. وهذه يعني المساله انه لا بد ان يكون بلده غير لازم، العلم عند الله تبارك وتعالى. قال: ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه، إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. الآن هذا الرجل لا يستطيع أن يحج لمرض لا يرجى برؤه أو لأي سبب من الأسباب، لا يستطيع أن يحج، فأقام نائبا عنه. ذهب النائب بعد أن وصل إلى الميقات وقال النائب: لبيك اللهم حجا عن فلان، شفي هذا المريض، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، عوفي بأمر الله سبحانه وتعالى. بعد أن كان يظن أنه لن يعافى عوفي. فالآن هذا النائب بدأ بالحج طالما أنه دخل في النسك، قال لبيك اللهم حجا، سقط الحج عن المنيب له، يعني الأصل سقط الحج عن الأصل، وإن شوفي وعوفي بعد ذلك. لا يقال له هذا الذي حج عنك تعتبر نافلة وأنت يلزمك حج آخر لأنك إيش شفيت من مرضك، لا، بل لأنه أدى الذي يجب عليه، فلا يلزمه أن يحج، خاصة أن النائب حج إيش من ماله، هو الذي دفع المال لهذا النائب حتى يحج عنه، فلا يلزمه حج آخر. لكن لو عوفي أو شفي أو كان أسيرا أطلق، أي سبب من الأسباب التي جعلته يقيم نائبا عنه، طيب، أو كان محكوما عليه بالإعدام مثلا وعفوا عنه، أي سبب من الأسباب التي بها ينيب عنه غيره، إذا كان قبل إحرام النائب، قبل أن يدخل في النسك النائب، فعليه أن يقول له إيش: لا تحرم عني، أنا أحرم بالحج، خلاص الآن صرت مستطيعا. لكن إذا بدأ سواء أتم أو لم يتم بعد، خلاص انتهى، سقط الحج عنه. نعم. قال: ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه، إذن وإن عوفي بعد الإحرام، الإحرام يعني دخل في النسك، قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، ما فرقت طالما أنه دخل في الإحرام، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. قال: ويسقطان عمن لا يجد نائبا، يعني هذا الكبير في السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه يبحث عن نائب، من يحج عني بمال بكذا بمكافأة بكذا، ما وجد أحدا، سقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان يجب عليه أن يقيم نائبا، قال ما وجدت نائبا، أو ما وجد المال الذي يقيم به نائبا، أيا كان هذا أو هذا، طيب القصد أنه إذا لم يجد نائبا يقوم عنه بهذا العمل فإنه يسقط عنه هذا الأمر، ولا يأثم لأنه لم يجد نائبا، لأن هذا الأمر إيش ليس بيده، ليس بيده، هو لم يجد نائبا. طيب، قال: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؟ لأنه إذا حج عن غيره يقال له: كيف تحج عن الناس وأنت ما حجيت عن نفسك؟ فعلى المذهب أنه لا يصح أن يحج النائب عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. طيب، فإن فعل، قال، تقع لنفسه ويجب عليه أن يعيد المال إلى من أنابه، يعني إذا أنا الآن أنبت زيدا قلت له حج عني وزيد لم يحج عن نفسه فقال أبشر، ذهب وحج وقال لبيك اللهم عن عثمان،
الحج يقع له، الحج يقع له لأنه ما حج عن نفسه، قال لا يصلح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، لكن حج بمالي، حج بمالي ووقعت له، فهنا عليه أن يعيد لي هذا المال أو يحج عني من السنة القادمة. المهم قالوا إن الحج لا يقع من النائب إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه، الحج لا يقع من النائب لمن أنابه إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وإلا وقعت للنائب لنفسه. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها على الأقل خروجا من الخلاف، أنك إذا أردت أن تنيب غيرك ليحج عنك أو عن من تعرف من أب أو أم أو أخ أو صديق اللي يكون، ابحث عن نائب حج عن نفسه، ليس أين اسأله قل حججت عن نفسك، إذا قال لا قل جزاك الله خير ابحث عن غيرك، ابحث عن نائب حج عن نفسه حتى تخرج من الخلاف. هناك من أهل العلم من يرى أنها تقع للمنوب وعلى النائب أن يحج عن نفسه بعد ذلك، لكن المشهور من مذهب أحمد أنه لا تقع إلا لمن لم يحج عن نفسه. نعم. قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. إذا كان النفل الأمر سهل حتى القادر يستطيع أن ينيب غيره، يعني أنت حججت عن نفسك حجة الإسلام الفرض، خلاص الآن أنت غير مطالب بحج، غير مطالب بحج، لكنك تريد هذا الخير ولا تجد الوقت للقيام بالحج مثلا، فتأتي بشخص تقول حججت عن نفسك، يقول الحمد لله، طيب اذهب حج عني هذه السنة، مع أنك حججت عن نفسك، لكن هذا حج إيش؟ حج نافلة، والنافلة الأمر فيها واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ يمكن نفسه هو شبرمة، فسأل النبي من شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، مع أنه إيش دخل في النسك، قال لبيك، صحيح لبيك عن شبرمة، ألغاها أنه قال حج اجعلها لنفسك، إذا لم يقبلها لشبرمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه إيش تلفظ بالتلبية. وإذا قال أهل العلم إنها تقع لمن حج ولو لبى عن غيره، لأن النبي ألغاها هنا مع أنه دخل في النسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، على خلاف في هذا الحديث هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، لأن بعض أهل يرى أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أن الإنسان إذا أراد أن يقيم نائبا يبحث عن نائب حج، يبحث عن نائب حج. أما في النافلة فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، تحج عن نفسك تحج عن غيرك. وقد ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإمام أبي محمد، أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لم يحج، لم يتيسر له، فحج عنه بعض أهل العلم يعني وجعلوها للإمام ابن حزم. واللي وده بعد ترى أبو عثمان الحداد رحمه الله تعالى أحد كبار علماء المسلمين في الأندلس أيضا لم يحج عن نفسه، اللي بيحج عنه جزاكم الله خير. طيب فالقصد أنه حج النافلة الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، يعني هي قضية أمانة، أعطاه قال كم تكلفك الحجة؟ قال تكلفني 1000 دينار، 700 تكاليف و300 لي، قال توك هذا 1000، لو زادت عليه أن يعيدها، يعني لو تكلفت أقل مثلا، وهذا يمكن، يمكن كان يتصور أنها تكلفة حيث ما صارت تكلفة أقل يعيد المال إلى من أنابه. نعم.
قال ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. يعني إذا كان هذا الرجل النائب يخدم توديه مع خادم، والنفقة نفقة الذهاب ونفقة العودة كلها على من؟ على المنيب الذي أنابه مكانه، يعني يتكفل به من ألفه إلى يائه، من ذهابه إلى عودته يتكفل به. إذا قال أنا والله عادة لما أسافر هناك من يخدمني، تفضل هذا خادم. طيب أغلب الحملات الحين ها يطلع على الداس مبكر هذا. طيب قال ويشترط لوجوبه أي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. قال ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي المحرم أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ، عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. نكمل. ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. المرأة تزيد شرطا سادسا للوجوب وليس للإجزاء ولا للصحة وإنما للوجوب. إذا كانت المرأة لا تجد محرما نقول لها لا يلزمك الحج، كالكبير الذي لا يجد من يحمله أو الفقير أو كذا نقول لا يلزمه الحج، كذلك أنت لا يلزمك الحج، لا يلزمه الحج إذا لم تجد محرما، وإن كانت تجد المال وتجد الصحة وتجد القدرة كل شيء والأمن في الطريق كله متوفر، طيب لكنها لا تجد محرما يرافقها قال لا يلزمها الحج، لا يلزمها الحج. وهذا قد يحزن بعض النساء وأنها ترى أنها قصرت في حق الله، ليس الأمر كذلك، كما أن الكثيرين فيما هو أهم من الحج الزكاة، كثير من المسلمين لا يخرجون الزكاة لأنهم فقراء، فيأتي شخص مسلم يقول أنا أريد أن أقترض 5000 ليش؟ عشان يصير عندي نصاب وأخرج الزكاة. نقول لا يلزمك الزكاة لا تجب عليك، قال لي بس ركن من أركان الإسلام، قلنا ركن لا يجب عليك وإنما يجب على الأغنياء، كذلك الأمر بالنسبة للحج، المرأة التي لا تجد محرم لا تتأثم، إذا لم تجد المحرم لا تتأثم، نقول لها لا يجب عليك الحج لأنك لا تجدين محرم، قالت ولكن فرض وركن وكذا، نقول لا يلزمك، لا يلزمك هذا، فلا داعي أن تتكلف المرأة بأن تسافر بدون محرم بحجة أنها يجب عليها الحج. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يرى أنها تسافر ولو بدون محرم لكن مع رفقة آمنة، قال لأن الحج ركن والسفر بدون محرم يعني معصية، وهذه المعصية لا تقارن بالركن، فيقول يقدم الركن على هذه المعصية، هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. على كل حال إذا حجت المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة حجها صحيح ومجزئ، حتى بدون رفقة آمنة، المهم إذا حجت بدون محرم حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، لكن لا يلزمها أن تحج إلا مع محرم. ثم فصل في ذكر المحرم مع أنه سيأتي تفصيل ذلك عندما يتكلم عن المحرمات من النساء والمحرمين من الرجال على النساء، لكن ذكر هنا الآن بعض التفصيل عن المحرم. قال المحرم هو الزوج، الزوج محرم للمرأة وإن لم يكن من محارمها، هو محرم لكنه ليس من محارمها الزوج، لأن الزوج تحل له امرأته، والمقصود بالمحرم من تحرم عليه، المقصود بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، إلا أن الزوج يأخذ حكم المحرم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع زوج أو محرم، زوج أو محرم. المحرم من هو؟ قال من تحرم عليه على التأبيد، لأن هناك من تحرم عليك على التأقيت، هناك بعض النساء تحرم عليك على التأقيت وهناك نساء تحرم عليك على التأبيد،
وإنما التي تكون أنت لها محرما من تحرمك عليك على التأبيد. وهن من ذكرهن الله في كتابه العزيز في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع هن المحرمات على التأبيد، ومثلهن في الرضاع. ثم أربع في المصاهرة، وهي زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة. هؤلاء محرمات بالمصاهرة، هؤلاء هن المحرمات على التأبيد. عندما نقول الأم وإن علت، الخالة وإن علت، يعني خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، وعمتك، عمة أبيك، عمة أمك، ابنة أخيك، ابنة ابنتها، ابنة ابنها، وهكذا. فالقصد أن هؤلاء هن اللاتي تكون أنت لهن محرما. أما المحرم على التأبيد كأخت الزوجة مثلا، أنت لست محرما لها، لأن التحريم بينكما على التأقيت، الآن محرم عليك. لو ماتت زوجتك أو فارقتها بطلاق فإنه يجوز لك أن تتزوج أختها، كما فعل عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت تزوج ابنة أختها التي هي أمامة بنت زينب. ففي محرمات مؤقت وفي محرمات مؤبد، المقصود المحرمات على التأبيد. أذكر طرفة وقعت، أنه جاء أحدهم وسأل شخصا أمامي فقال له: أريد أن أذهب إلى العمرة مع زوجتي، هل أكون محرما لأخت زوجتي؟ أخت زوجتي تريد أن تسافر معنا إلى العمرة، خالة أولادي، فهل يجوز أن تذهب معنا وأكون أنا محرما لها؟ قال له: طبعا. هل يجوز لك أن تتزوجها؟ قال: لا لا، شلون، خالة عيالي، كيف أتزوجها؟ لا، ما يجوز أن أتزوج. قال: خلاص، أنت محرم لها. فالقاعدة عنده أن كل من تحرم عليك في الزواج ولو مؤقتا يعني تكون محرما لها. قلت له أنا: لحظة. قلنا: قلت إذن أنت محرم لزوجتي. قال: كيف؟ قلت: أنت محرم لزوجتي. قال: كيف؟ قلت: ما يصير تتزوجها لأنها زوجتي، كيف تتزوجها؟ أنت محرم لها، محرم لها، واللي متزوج أربع يدخل بيوت الناس جميعا، لأنه ما يصير يتزوج، لأن خلاص عنده أربع، لا يجوز أن يتزوج الخامسة مؤقتا، فهو محرم لجميع النساء. فسكت. فالقصد إذن هذا الكلام باطل، هناك تحريم مؤقت وهناك تحريم مؤبد. وإنما التي يكون لها محرما ما كانت محرمة عليه على التأبيد. لكن أيضا المحرمات على التأبيد فيه منهن من تستثنى، كأمي من زنى بها وبنتي من زنى بها، تحرم عليه على التأبيد لكنه ليس محرما لها. كذلك الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة حرمت عليه، لكن أيضا إيش؟ أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه. كذلك الملاعن مع الملاعنة، إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد على سبيل العقوبة، تحرم عليه ولا يكون محرما لها. فليست كل من حرمت عليك على التأبيد أنت محرم لها، وليست كل من حرمت عليك تكون محرما لها حتى تكون على التأبيد. إذن ليست كل من تحرم عليك أنت لها محرم إلا إذا كان التحريم مؤبدا، وليس كل تحريم مؤبد تكون فيها محرما، لأنه يستثنى منها بعض الصور التي ذكرت. طيب، قال: ونفقة المحرم عليها، يعني هي عليها أن تجد لنفسها زادا وراحلة، وتجد لمحرمها زادا وراحلة، أجرته عليها، أجرته عليه، لا هو لا يتكلف شيئا، يعني جزاها الله خير أن سافر معها لتحج، كلفته عليها، إذا تطوع وصارت كلفته عليه فالحمد لله، هذا أمر جيد. لكن لو قال لها: لا أذهب إلا أن تكون كلفتي عليك، وهي تملك ذلك، لزمها أن تدفع له وأن تحج معه. قال: ويا يلزمه مع بذله ذلك سفر معها. الشيخ البهوتي مدلع المحرم يقول: حتى لو دفعت له لا يلزمه ذلك، يعني متصدق جزاها الله خير، إذا ذهب معها لا يلزمه أن يحج معها.
قال ومن أيست منه أي من المحرم لم تجد محرما موالما أو لم يكن لها محرم كالتي دخلت في الإسلام مثلا وأهلها كفار مثلا وكذا، طيب ولم تجد محرما يلائمها، لأن الكافر يكون محرما لها لكن المشكلة الكافر لا يدخل مكة فما استفادت شيئا لأنه لا يجوز له أن يدخل معها إلى مكة فلم تستفد منه شيئا. قال ومن أيست منه أي من المحرم استنابت، كالكبير والمريض يستنيب كذلك هنا المرأة تستنيب غيرها. وإن حجت بدونه أي بدون محرم حرم وأجزاء، ليس حرم الحج حرم السفر. وإذاك لو كانت هذه المرأة من أهل مكة مثلا تحج بدون محرم ما في مشكلة، لأن المحرم ليس للحج وإن المحرم لماذا؟ للسفر، المحرم للسفر وليس للحج. فإذا كانت من أهل مكة لم يلزمها محرم وتحج مع الناس وترجع مع الناس لا يلزمها ذلك، وإنما المحرم لأجل السفر لا لأجل الحج. قال وإن مات من لزمه أي لزمه الحج والعمرة، دائما التثنية يقصد بهما الحج والعمرة. وإن مات من لزمه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته من رأس المال أوصى به أو لا. هذه أيضا مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، يعني إذا إنسان لم يحج تكاسل على أنه على التراخي أو على الفور وعصى غض النظر، المهم أنه لم يحج وهو قادر على الحج ولم ينب ولم يحج ثم مات، هذه التركة الأموال التي ترك هل تذهب إلى الورثة أم أن الحج يدخل في الحقوق الواجبة على الميت؟ لأنه معلوم أنه متعلق بمال الميت أربعة حقوق، حق الميت من دفن وكفن وتجهيز الكفن هذا حق الميت أول شيء يقدم هذا، ثم يأتي حق الدائنين الذين يطلبونه المال يسدد للناس ديونهم، ثم تأتي حقوق الله سبحانه وتعالى من نذور أو كفارات أو ديون زكوات أو ما شابه ذلك من الأمور تسدد. إذن أول شيء حق الميت ثم الديون سواء كانت لله أو للبشر، وأكثر أهل العلم أنه يقدم حقوق البشر على حقوق الله، ليس من باب أنهم أولى ولكن لأن كما قلنا أن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما حقوق البشر مبنية على المشاحة. ثم بعد ذلك حق الميت في الوصية، إذا كان أوصى ببعض ماله فتنفذ وصيته بحيث لا يتجاوز الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فقط الثلث. ثم بعد ذلك حق الورثة، إذن أربعة حقوق متعلقة، حق الميت حق الدائنين حق الوصية حق الورثة، هذه أربعة حقوق متعلقة بمال الميت. هل الحج يدخل في حق الله أو لا يدخل؟ على المذهب يدخل، لأن الحج كان واجب عليه وهو فرط في عدم حجه وهو ثابت في ذمته، إذن يلزمه أو يلزم ورثته أو القائمين على ماله أن يخرجوا من ماله قبل توزيع الورثة الديون، وهذا من الديون فيجعلونه من الديون التي تخرج قبل توزيع المال على الورثة والوصية وما شابه ذلك من الأمور ديون. وبعض العلماء يقول لا هو عاصي لله تبارك وتعالى، إذا قلنا على الفور أو غير عاصي، الذين قالوا أنه على التراخي وليس على الفرقة ولا يلزم أن يخرج لأنه ما قصر في هذا، مات قبل أن يحج ولا شيء عليه في ذلك. قال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ماتوا ولم يحجوا أن تخرج من أموالهم أموال ليحج بها عنهم. على كل حال مسألة وقع فيها، المهم أن المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن يخرج من مالي، أن هذا دين لله سبحانه وتعالى، وأنه يخرج من ماله بعد ديون البشر وبعد حقوق الميت، أنه قبل الوصية وقبل الميراث أن يخرج من ماله ما يقوم به شخص ليحج عنه. نعم. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، وجب أيضا الحج والعمرة،
من حيث وجب على الميت أي من بلده، كما قلنا أن الحي الذي هو العاجز عن الحج يقيم نائبا من بلده، قال كذلك الميت يخرج النائب من بلده. فإذا قلنا في الحي أنه لا يلزم أن يخرج من بلده فكذلك هنا لا يلزم أن يخرج من بلده، لكن على المذهب أنه يجب أن يخرج من بلده. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء، الأداء عن الكبير والذي لا يرجى برء مرضه. قال وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت اغضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا أخذ منه أهل العلم أن القياس، يعني جواز القياس، لا قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الدين. على كل حال هذه حادثة عين، لأنها وقعت من المرأة كانت تعيش مع أمها، لكن لا يلزم أن تعمم على الجميع أنه لا يجوز الحج إلا من نفس البلد، والعلم عند الله جل وعلا. قال ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، أي يسقط هذا الواجب يعني في الحج إذا حج عنه أجنبي، إذا حج عنه أجنبي يعني مثل ما قلنا الذين حجوا عن ابن حزم ليسوا من آبائه ولا أمهاته ولا، وإنما رجل من المسلمين حج عنه، أو حج عن أبي عثمان الحداد، أو حج عن غيره من أهل العلم، أو من الأقارب أو من الأصدقاء أو كذا، حج عنه يصح الذي مات. أما الحي فلا يصح إلا بإذنه، لأنه ما زال يملك اتخاذ القرار، أما الميت لا يملك اتخاذ، انتهى أمره، صلى الله عليه وسلم يرحمه برحمته. نعم. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. وهذا صحيح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، العلم عند الله تبارك وتعالى. المهم إن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ، يعني إن ضاق ماله عن الحج، يعني حج يكلف 500 دينار، عنده 200، طيب ومات ما عنده له 200، قلنا 200 من الديون صحيح؟ الورثة جاء وقال نريد 200 دينار، قل لا عليه ديون، دين حج، عليه دين حج 200 ويزاد عليها إيش؟ 300، يعني حج عنه من حيث بلغ، عنده 200 يزاد عنها 300 ويحج عنه، فتكون كان الحجة يعني مشتركة من ماله ومال غيره. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، كذلك لا يلزم أن يحج عنه من حيث مات، هو في الطريق. في ناس تموت في الطريق إلى الحج، في ناس، لا حتى حاليا، ما الذي يمنع؟ في ناس تموت في الطريق إلى الحج، طيب أقصد سكتة يعني قلبية ليس خطورة وكذا، طيب في ناس قد تموت في الطريق، قال وين مات تبدأ من هناك تحج عنه، صحيح أبدا، على أساس أن الذي مضى يحسب له، هذا المقصود، الذي قضاه من الحج يحسب له، تبدأ أنت من نقطة، ما تبدأ من الصفر، تبدأ من حيث انتهى، تبدأ من حيث انتهى تبدأ، والصحيح أن تبدأ من البداية، تبدأ من البداية. طيب إذن هذا بالنسبة للحج. الناس إذن في اختصار ينقسمون إلى 5 أقسام، الناس ينقسمون إلى 5 أقسام، يمكن تقسيم الناس، من لا يصح منه الحج، من هو؟ الكافر، الذي لا يصح منه الحج الكافر. من يصح منه ولو لم يباشر شيئا وهو غير المميز، الصغير، المرأة التي رفعت صبيها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، له حج ولو لم يباشر شيئا من العلم، ما يدرك شيئا أصلا، هو لا يفهم شيئا من أعمال الحج. من يصح منه بالمباشرة، يعني يباشر الحج ويصح منه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، من؟ العبد والمميز، العبد والمميز غير البالغ، العبد والمميز غير البالغ يصحان منهما ولا يجزئان عن حجة الإسلام. من يصح منه ويجزئه ولا يجب عليه، يصح منه ويجزئه ولا يجب عليه، غير المستطيع، غير المستطيع إذا تكلف، مريض تكلف على نفسه وراح الحج، فقير استدان وذهب إلى الحج، نقول هذا يجزئه ويصح منهم، لكن ما كان يجب، امرأة حجت بدون
محرم يجزئها ويصح وإن كان ما كان يجب عليها أن تحج. الخامس من يجب عليه ويصح منه ويجزئه من؟ المسلم العاقل البالغ المستطيع الحر، هذا يصح منه ويجزئه ويجب عليه. طيب، بعدها تكلم المؤلف رحمه الله تبارك عن المواقيت. قال المواقيت: الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. وميقات، ثم بدأ بتفصيل هذه المواقيت. قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم اللام وفتحها، طيب بضم الحاء وفتح اللام، حليفة ذو الحليفة. والآن يسميه كثير من الناس أبيار علي، أبيار علي. وعند العامة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، ولا يصح من هذا شيء أبدا، وإنما علي هذا أحد ملوك السودان، أحد ملوك السودان من قديم الزمان، كان جاء وحفر هنا هذه البئر فسميت أبيار علي، وهو ملك ملوك السودان، ملك ملوك السودان جاء وحفر هذه الآبار فسميت باسمه أبيار علي، وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبمكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على 1 وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذات عرق وقع خلاف بين أهل العلم، يعني أما الأربعة متفق عليها أن النبي وقتها صلى الله عليه وآله وسلم. أما ذو الحليفة فهو أبعد المواقيت، ويبعد عن مكة قريب من 420 كيلومتر تقريبا حاليا، الحسبة الحالية أبعد المواقيت ويبعد عن مكة قريب من 2400 كيلومتر، اللي هو ذو الحليفة اللي يسمى أبيار علي الآن عند بعض العامة. بعده ميقات الجحفة، ميقات الجحفة يبعد عن مكة قريب من 180 تقريبا أو 83 من مكة، اللي هو ذو الجحفة، الجحفة، وهو قريب جدا من رابغ، قريب جدا من رابغ، يبعد عن مكة تقريبا 83، يعني ثاني أبعد ميقات. ثم يأتي بعده يلملم، ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة تقريبا 130 كيلو، 130 كيلو يلملم. وحاليا بدله يعني بجانبه بحده هو السعدية، قال له السعدية، يحرم منه أهل اليمن. ثم الميقات الرابع اللي هو قرن، اللي هو يسمى الآن السيل الكبير لأهل نجد، لأهل نجد السيل الكبير الآن يسمى، هو أقرب المواقيت تقريبا، يبعد تقريبا 75 كيلو عن مكة، يعني عن الكعبة شرفها الله تبارك وتعالى، 75 كيلو تقريبا، اللي هو قرن يسمى قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، ويسمى السيل الكبير. وإن كان شيخنا رحمه الله ينكر يقول ليس هذا قرن الثعالب، قرن الثعالب على طريق آخر، لكن على كل حال البعض يرى أن هذا هو قرن الثعالب وقرن المنازل وهو السيل الكبير، وهو أقرب المواقيت. أما ذات عرق تبعد تقريبا 90 كيلو أو 100 تقريبا عن مكة، بعض العلم يقول ليس النبي هو الذي وقته، وإن كان جاء الحديث، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت ذات عرق لأهل المشرق، لكن الإشكالية التي استشكلها بعض أهل العلم إشكالية في المتن، قالوا كيف النبي وقت لأهل المشرق وأهل العراق، والعراق ما فتحت في ذلك الزمان، العراق فتحت يعني أولها على زمن أبي بكر وتمامها على زمن عمر رضي الله عنه، فكيف النبي يوقت لأهل العراق وهي أصلا ما فتحت في ذلك، وما كان أحد يحج من ذلك المكان، خاصة أن الحديث في الصحيحين أن النبي ذكر المواقيت الأربعة،
لذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، ولم يذكر ذات عرق. فالذي في الصحيحين المواقيت الأربعة فقط، وأما ذات عرق فجاء عند أبي داود وشكك البعض في صحته من حيث المتن، قال لم تتعرق إلا إذا قلنا إن النبي تنبأ بفتح العراق، النبي تنبأ بفتح العراق، ولذلك قال فإذا فتحت العراق فميقاتهم ذات عرق. والمشهور في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق بعد فتح العراق. أهل المشرق جاءوا سألوا عمر قال انظروا إلى ما يحاذيها، يعني ما يحاذي المواقيت، فوجدوا الذي يحاذي قرن هو ذات عرق فجعلوها ميقاتا، فجعلوها ميقاتا. والبعض يقول أن ذات عرق هي العقيق، وبعضهم يقول لا العقيق أقرب من ذات عرق، والعرق ذات عرق أبعد. على كل حال الخلاف هو باتفاق الآن ذات عرق ميقات، لكن هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي؟ هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي؟ يعني هل جعله النبي ميقاتا أصليا أم جعله الصحابة ميقاتا محاذيا، مثل وادي محرم مثلا، الذي وادي وج اللي في الطائف الآن ميقات لكنه موازي لميقات السيل اللي هو قرن، فجعل ميقاتا من هذا الباب أنه محاذي له في نفس دائرته. فعلى كل حال قلنا هذا أو قلنا هذا، يعني قلنا أنه يعني عمر هو الذي جعله لأنه محاذي، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله أنه أصل، بغض النظر هو ميقات الآن باتفاق أهل العلم أن ذات عرق اليوم ميقات. طيب قال ونحوها. ثم قال ذات عرق منزل معروف، أو ميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما، ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا، العرق اللي هو الجبل الصغير تلة الصغيرة هذه يسمى عرج. طيب وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين لأهل نجد أهل. طيب الذين يأتون من غير نجد إذا مروا عليها فهي لهم. قال هذه لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات يحرم منه لحج أو عمرة، يعني ساكن بين مكة وذي الحليفة. أحد منكم سافر من المدينة إلى مكة؟ سافرتم؟ هل وجدتم قرى بين مكة والمدينة؟ كثيرة. طيب هؤلاء إذا أرادوا أن يحرموا من أين يحرمون؟ من بيوتهم، لأنهم داخلون في الميقات، لأنهم يسكنون داخل الميقات فيحرمون من بيوتهم، يحرمون ما يحتاج يرجعون إلى المدينة ثم يحرمون ويرجعون يمرون ببيوتهم، وإنما من كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله. قال ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، أهل مكة يحرمون من مكة. هو الأصل في الحج والعمرة يقول أهل العلم لابد أن يجمع الحاج أو المعتمر لابد أن يجمع بين حل وحرم. طيب أهل مكة إذا أحرموا من مكة، مكة من الحرم، فكيف يخرجون إلى الحل؟ يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، فلابد أن يجمع في حج. لذلك إذا أراد أهل مكة أن يعتمروا فهم يخرجون إلى الحل، حتى لأن العمرة ما فيها عرفة، يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أضاء أو إلى الحديبية، المهم أنه يخرج من حدود الحرم، يخرج من حدود الحرم إلى الحل ليحرم من هناك. قال عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها أي للحج وليس للعمرة، أما العمرة يهلون من الخارج. وعائشة رضي الله عنها لما أراد أن تأخذ عمرة من مكة خرج بها عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم رضي الله عنهم أجمعين. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، المحاذاة اللي قلنا ذات عرق إذا قلنا عمر هو الذي وضعه لأنه بمحاذاة الميقات، كذلك وج اللي هو وادي محرم كذلك لأنه بالمحاذاة، أو أسهل من ذلك
أنت من منكم سافر إلى العمرة أو الحج عن طريق السيل الكبير؟ ممتاز. الآن رأيتم السيل الكبير إذا جئته، طيب أنت على الشارع الرئيسي وتنزل يمين، صحيح؟ على السيل تذهب إلى هناك. لو إنسان قال أنا ما أريد أن أنزل، كنت في فندق واغتسلت وتنظفت ولا أحتاج إلى السيل، سأستمر في طريقي، يحاذي الميقات، يكون الميقات عن يمينه ويقول لبيك اللهم عمره ثم ينطلق. فلا يلزم أن يأتي الميقات نفسه، وإنما يحاذيه، لأن إتيان الميقات نفسه قد يكون فيه كلفة على كثير من الناس الذين يعيشون يعني بين هذا الموقع أو يمرون بينها، لأنه يلزم أن يذهب إلى الميقات نفسه، والعلم عند الله. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر انظروا إلى حذوها، مكتوب عندكم من قديد صحيح، لا هي من طريقكم، هذه هنا ذات عرق جعلها عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله اشتكوا عليه أو اشتكوا عنده عفوا بعد الميقات عنهم رضي الله عنه، فقال انظروا حذوها من طريقكم، ما هو حذوها من طريقكم؟ قالوا ذات عرق، قال اتخذوها ميقاتا. فهذا يبين لنا أن ذات عرق إنما جعلها عمر لما قيل له إنه في مشقة علينا أن نذهب إلى السيل اللي هو القرن، يعني قالوا صعب علينا، نحن جايين من المشرق أن نذهب إلى السيل ثم نرجع إلى مكة، فيها كلفة علينا، قال انظروا إلى حذوها، فنظروا إلى حذوها فوجدوا ذات عرق، قالوا ذات عرق، قال إذن هي ميقاتكم. فهذا يدل يؤكد أن ذات عرق من وضع عمر وليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، أثر عمر هذا في البخاري. طيب قال فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين، يعني إنسان يقول ليس هناك محاذاة لميقات احتار، لماذا مرحلتين؟ قال لأن لم مرحلتين وذات عرق مرحلتين، فالاحتياط من مرحلتين يعني تقريبا 100 كيلو عن مكة. قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، قلنا يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة، ليس بشرط التنعيم، المهم أن تخرج من حدود الحرم، حدود الحرم التنعيم من جهة الشمال 6 إلى 7 كيلو تقريبا، التنعيم من جهة الجنوب عندنا أضاه تقريبا 13 كيلو 13 كيلو من أضاه جهة الجنوب، من جهة الشرق عندنا عرفة تقريبا 16 كيلو تقريبا 16 كيلو عرفات عن مكة، الحديبية 32 كيلو أو الجعرانة. فالآن هذه حدود الحرم، تريد تذهب إلى الحديبية اذهب إلى الحديبية، تريد تذهب إلى عرفة اذهب إلى عرفة، تريد أن تذهب إلى أضاء اذهب إلى أضاء، إلى الجعرانة اذهب إلى الجعرانة، إلى التنعيم أي شيء، المهم أخرج خارج حدود، لأن حدود الحرم ليست مربعة تماما، لا مختلفة، أقربها التنعيم، التنعيم 6 كيلو، وبذلك صار الآن تقريبا الناس كلهم يذهبون إلى التنعيم لأنه قريب ومهيئ، فيذهبون إلى التنعيم، وسمي المسجد هناك بمسجد عائشة رضي الله عنها. طيب نكمل هذا فقط 5 دقائق. قال ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب. تجاوز الميقات لا يجوز، إنسان يتجاوز الميقات دون أن يحرم إذا أراد الحج أو العمرة، واختلف أهل العلم إذا لم يرد الحج والعمرة، أما إذا أراد الحج والعمرة ثلاث أقوال لأهل العلم. قول المذهب أنه يحرم عليه أن يتجاوز، طيب إذا تجاوز قال يرجع إذا لم يحرم بعد، واحد ما أحرم حتى تجاوز الميقات، قلنا له لماذا تجاوزت الميقات؟ قال أريد أن أحرم يعني مكان أقرب، ذو الحليفة بعيد أو الجحفة بعيدة أو السيل بعيد، المهم أنه يستبعد، قال أريد أن أحرم من الفندق، قالوا اتق الله لا يجوز، هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ذكر بالله فقال خلاص أرجع، فرجع وأحرم من الميقات. قال في المذهب لا شيء عليه، لا دم ولا إثم، لأنه إيش؟ رجع، قال لا دم ولا إثم. القول الثاني لأهل العلم أنه، وهذا قول الشافعي، قول الثاني أنه رجع، ما رجع عليه دم، الرجع عليه دم، وما رجع
عليه دمه قول مالك، أنه يلزمه الدم، رجع أو لم يرجع، طالما أنه تجاوز الميقات دون أن يحرم متعمدا، طالما تجاوز الميقات متعمدا دون أن يحرم وهو يريد الحج والعمرة، فإنه عليه دم وإن رجع فلا يرجع أحسن له. طيب عليه دم، عليه دم، لازمه الدم، ولكن لا شك إذا رجع أفضل لأنه يخرج من الإثم. طيب القول الثالث قول عطاء أنه لا يلزمه دم وإنما عليه الإثم فقط، لكن لا يلزمه دم إن تجاوز الميقات وأحرم بعده، مع اتفاق الجميع أن الأصل إيش؟ أن يرجع ليحرم من الميقات، أن يرجع ليحرم من الميقات. على كل حال هذا بالنسبة لمن تجاوز الميقات. طيب إذا لم يكن يريد الحج والعمرة، خاصة أصحاب الحملات الآن قبيل الحج تصير الحركة كثيرة، يمكن كل أسبوع يروح مرتين، يشوف العمارة، يشوف الترتيب، يشوف كذا، يشوف كذا، بعضهم يشتكي يقول أنا والله ما أستطيع أن أخذ عمرة كل ما جيت، خاصة أن الزحام إيش شديد، لو كان ما في زحام كذا سهل الأمور، لكن يقول الزحام شديد، العمرة مشقة، الآن لما أعتمر في هذه الأيام وأنا محتاج أني أروح وأرجع، أروح وأرجع كل فترة، وأنا أصلا لا أريد أن أحج الآن، أريد أن أحج بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين اللي يكون. فهذا هل أو الطالب اللي يدرس هناك مثلا، أو الذي يذهب للعلاج مثلا، لو فرضنا أن هناك مستشفى خاص للعلاج مثلا، الناس تذهب للعلاج وترجع لا تريد الحج ولا تريد العمرة، على المذهب ما يجوز، دخلت مكة جاوزت المواقيت لازم تحج أو تعتمر، وقت حج تحج، وقت عمرة تعتمر لابد. طيب والقول الثاني هو لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فيلزم ذاك، وهذا أقرب واختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه لخوف فوت الحج أو ما يبي يرجع أو كذا قال عليه دم لأنه ترك واجبا. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، لأنه ما وجب عليه إلا بعد أن ما كان مكلفا أصلا، الآن صار مكلف فيحرم كغيره من أهل مكة. وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. لا سأتأخر عليكم هكذا حتى تدركوا الصلاة، نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.